تجھے دیکھا تو یاد آیا خدا کا وہ فرمان، کمائنی بھلا
اوے بخت میرے لکھوں لکھ بنائے بھلا ہو کلر شور زمین دے مہربانا اٹھے کرم کلائے نی بھلا ہوئی اتنا سارا سردار نوں اوپر دے آئے باتے پوئے نی بھلا ہوئی سونا کلر مرشد میرے دا دوارا جتھے وسدا کمر سائی دلال وسے مرشد میرے دا دوارا جتھے وسدا کمر سائی دلال سونے درتا ہے منظر پیارا جتھے وسدا کمر سائی دلال اذا اردتم فيها سمعوا لها شيئا فمن يكفر وقال اخرج من الغيث
كلما أوتي فيها فهو مصالح فأنا بها لم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترف بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصلحوا قولكم واجهروا به إنه عليم ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذرورا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا بقته أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويضبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يمسكه من دون الرحمن غافلون إلا في رفوق أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فأيهم ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدرك الكافرين من أصحاب النار قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا وسأعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار
جو آخری